كتير زي ما بقول لحضراتكم، بنيجي ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي، او طبعا على اليوتيوب او ما شابه، كل يعني شبكات العنكبوتيه للانترنت، بنلاقي مثلا وصفات لتخفيض الوزن. واذا كان مثلا حد يقولوا مثلا حد مش عارف وزنه وصل ل 100 كيلو او 100 وي او 200 حتى، ممكن ينزل ازاي في خلال مثلا شهرين ثلاثه. والاصعب او الاخطر ان ممكن نلاقي ادويه يعني بيتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، وبتكون الادويه دي بيتقال ان هي ممكن تخسر وزنك حوالي 30 كيلو في الشهر. وعلى فكره انا من الناس اللي انخدعت في ده، يعني مش شرط يكون حد عنده درايه او علم او ثقافه معينه، لكن ممكن الناس تنخدع وراء مثلا ما يسمى ب ناس مثلا بتحط يكتب دكتور فلان او دكتور، هم مش دكاتره اصلا يعني، وتلاقي ان انت داخل وراء يعني مافيا لتجاره الادويه للتربح فقط. ممكن الادويه دي تؤثر ازاي على صحه الانسان، بالضغط، بالسكر، بان يكون في مشكله في القلب برضو. يعني عندنا عدم درايه وعدم وعي ان احنا ازاي ممكن لما يكون حد مصاب باي مرض، والاهم والاخطر هو مرض السمنه. لو انا مصابه بمرض السمنه وعندي حسيت ان وزني بدا يزيد كتير، ليه ما بتوجهش اول ما اتوجه للمختص، الطبيب اللي هو ممكن يفيدني يقول لي اه انت محتاجه تعملي نظام غذائي، لا ده محتاج ان هو يتعمل عمليه جراحيه لمثلا اي من كان العربيه، العمليه دي نوعها كذا او كذا، علشان اقدر ان اخسر وزني بشكل يتناسب مع صحتي وفي وقت ايضا ما يؤثرش على صحتي العامة، بحيث ان انا اقدر اعيش حياتي من جديد، وازاي ان انا ممكن امارس حياتي بشكل طبيعي دون اي خسائر في الصحة. ازاي ممكن يكون عندنا وعي بده وازاي نتعامل مع ده، ده هنعرفه دلوقتي من الدكتور رامي حلمي، استشاري جراحة السمنة والمناظير والتجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. وايضا عندنا نموذج من النماذج الناجحه اللي هو قدر يغير حياته بعد ما زاد وزن بشكل كبير قوي، وصل ل 200 كيلو، قدر ان هو يخسر الوزن ده بعد العمليه اللي اجراها له دكتور رامي، وان هو قدر يوصل لوزنه 100 كيلو بعد سنه ونص. معانا صابر الكدواني، احد من استطاع ان هو ينجح في خلال الفتره دي. اهلا بيك يا صابر. اهلا بيك حضرتك. بدايه دكتور رامي، يعني كنت بكلم عن ان احنا ازاي انا كمريض سمنه اقدر ان انا مع نفسي، هل ممكن انا مع نفسي ادخل على النت وان انا اقدر مثلا اختار نظام غذائي ليا، وان ممكن يبقى وزني اوفر ويت يعني يكون مثلا كبير جدا، وممكن انخدع وراء ان انا اشوف انظمه معينه امشي وراها انها تخسس 30 كيلو في الشهر، فلو قعدت 3 اشهر يا ده انا ولا 4 اشهر هنزل 120 كيلو، يبقى سهل جدا. ويا سلام بقى لو في الادويه اللي هي الموجوده دي، هل ده بيؤثر على الصحة العامة للإنسان؟ وإزاي أنا ممكن أقدر أصنف نفسي، ولا الطبيب هو اللي بيصنف لي أنت محتاج العملية دي أو محتاج العملية دي أو مش محتاج عملية، محتاج حاجة تانية خالص؟ هو بداية مفيش شك أن المريض يقدر يصنف نفسه، ما إذا كان ينطبق تحت شريحة الناس اللي هي ممكن يتم علاجها بالرجيم أو بالدايت أو بالعلاج الدوائي للسمنة، والشريحة التانية اللي هي بتدخل تحت مظلة جراحة السمنة. وده بيكون عن طريق الوعي والثقافة اللي احنا أول بأول بنحاول ان احنا ننشرها، بحيث الناس في الآخر ما تبقاش ضحية للناس اللي بتحاول انها تتاجر بيهم عشان تحقق مكاسب وأرباح خيالية بدون انها تضيف للشخص ده حاجة أو بدون انها تفيده تماماً. فإحنا دايماً بنعتمد في معاييرنا ومقاييسنا العلمية على حاجة بنسميها معيار كتلة الجسم. يمكن تكون حسبة معقدة شوية، عشان كده دايماً بنقول الحاجة الأسهل أنه الشخص يشوف إذا كان وزنه إزاي تخطى 20 كيلو، فهو لا يصلح معاه علمياً الرجيم أو الدايت أو الرياضة أو هذه الوسائل، لأنه في النهاية النتائج هتبقى ضعيفة. وفي نفس الوقت حتى لو قدر ان هو يحقق نتائج، وارد ان هو بعد ما يتوقف على الرجيم ان هو يرجع يزيد في الوزن تاني، لان خلينا متفقين مفيش حد هيفضل عايش حياته كلها في الرجيم. احنا كده بنديله نوع من الدبريشن او نوع من الاحباط ان هو يفضل عايش حياته عشرات السنين عامل دايت. ولو وزنه تقيل يا وزنه زياده قوي مش هيقدر يعمل رياضه؟ ممكن، لا هو طبعا ممكن يحاول، طبعا ان هو يحاول، انما النتائج هتبقى قد ايه؟ ما هو العلم بيحاول يديني دايما الحاجه الانسب. بطيء جدا يعني. اولا المعدلات هتبقى بطيئه، ثانيا حتى لو نجح ان هو يخس قدر من الوزن ما هو هيرجع يزيده تاني، وده هيصيبه باحباط. وممكن في الفتره دي يعني الخطوره، يعني هل
مثلا هو طبعا مش قادر بيلعب رياضه على قد طبعا لان الوزن بيعوقه، فبالتالي ان هو ممكن ده يصاب في الفتره دي بامراض معينه؟ طبعا يصاب بامراض، اولا اولها الاحباط والمشاكل النفسيه طبعا، يزيد بقى عليها اكتر من 40 مرض عضوي مرتبطه سكر بقى بالسمنه، السكر والضغط والكوليسترول وتجمع الدهون على الكبد ومشاكل المفاصل مشاكل في والفقرات القلب والقلب والرئتين، كل الحاجات دي عبء عليه. ولذلك في النهاية احنا لازم ننشر ثقافة ان الشخص لازم يبقى عارف حدوده ايه. عند المرحلة اللي اتوصل فيها لان انا فعلا مش قادر اعالج نفسي، لازم ابقى عارف ان السمنة النهاردة ما هيش امر واقع، لازم اتواصل مع المختصين، لازم اروح لحد متخصص في جراحة السمنة واقعد معاه. مش مستحيلة انها تتم، مش مستحيلة خالص. احنا النهاردة هم معانا نموذج معنا قادر يعني ان هو يوصل من 200 كيلو ل 100 كيلو، يعني يخس اكتر من 100 كيلو من خلال جراحة السمنة في اقل من سنتين، سنة ونص. وده طبعا يعتبر انجاز، وعشان كده بنحاول نوصل للناس ونحاول نوصل لهم ان النهارده السمنه ما هيش امر واقع. صابر، يعني بما انك نموذج طبعا انا بحييك على ان انت قدرت تعمل ده بعد عملية، احكي لي كده انت يعني الاول انت عندك كام سنه؟ انا اعتبر 34 سنه. 34 سنه، يعني لما عملت العمليه كان عندك 32 سنه؟ كان عندي 32 سنه. كان يعني فترة السمنة دي قعدت معاك قد ايه؟ يعني انت يعني اكتسبت الوزن ده في قد ايه؟ يعني انا سد وزني زيد في اخر 10 سنين، كان بيزيد كمية رهيبة كمان، يعني بتزيد زيادة قوي يعني. هل ده استوقفك ان انت حسيت ان انا وزني بيزيد بشكل سريع، في مشكلة ما؟ قعدت كتير يعني عقبال ما تفكر ان انت تروح للدكتور رامي؟ كتير يعني، انا كنت فاقد الامل كتير يعني، لغايه ما اهلي كانوا بيزعلوا معايا وكل ما بيشوفوني بالزياده يعني كانوا بداوا هم يلاحظوا ان انت بتزيد. وهل طبعا الزياده دي كانت عن طريق ان انت بتاكل كتير صح؟ كان يعني طريقه الاكل وطبيعته، يعني بتاكل دهون كتير مثلا، او ايه كان اكتر حاجه حسيت ان هي مزوده وزنك؟ انا كنت اكل كتير وما كنتش اي حاجه كنت باكلها يعني، بس كميات اكل كتير، ما كنتش اقدر اكل ولا لما اجي، ما كنتش ابطل اكل ولا لما اجبع اشبع خلاص على كده. ما كنتش اقدر اوقف نفسي عن الاكل. ما تقدرش تعمل رجيم؟ لا. يعني ما قدرتش تعمل اي نظام غذائي؟ لا. اما زدت في خلال العشر سنين دول ما حاولتش باي انظمه قبل ما تعمل العمليه؟ كتير، جبت اعشاب ورحت عند دكاتره كتير، ما كلها ما جابتش نتيجه. ما جابتش نتيجه؟ لا. حاولت تاخد اعشاب، تعمل نظام، تلعب رياضه؟ حاولت؟ لا، رياضه انا ما فكرتش في الرياضه بالنسبه لي، شغلي وبتاع ما كنتش فكر في الرياضه، بس جبت اعشاب يعني. كان بيقول مثلا في برشام كذا، في اعشاب كذا، كنت بجيب اي حاجه بتجربها زي كل الناس. يعني زي بتشوف كل الناس. اي بيبقى عندها امل ده ممكن يخسسني كتير، لكن ما كانش عندك الوعي بان انت وزنك زياده وصل ل 200 كيلو، انه الحل بتاعه ان انت تعمل عمليه؟ لا، انا اعتبر قررت العمليه دي في اخر سنه اللي انا عملت فيها العمليه، لما جماعه خلاص يعني معايا ربنا يخليها لي يا رب، اختي هي اللي كانت مستنيه بكل حاجه ووقفت معايا وما سكتتش برضه غير لما انا اتعرفت على دكتور رامي وعملت العمليه، وهي اللي جابت نتيجه. إيه انت لسه يعني ما تزوجتش صح؟ لا، انا متزوج. اتزوجت يعني بعد العمليه ولا قبل؟ لا، انا متزوج ليا 9 سنين. طيب، وكان اكيد في مثلا زوجتك برضو كانت بتقول لك مشكله في وزنك او ده كان مأثر على صحتك؟ طبعا، كان بيأثر معايا وفي الخلفه برضو. يعني انا اعتبر اتجوزت كان جسمي ما كانش زايد يعني زي الحجم ده كده، فربنا اداني، بس المدام سقطت وبعد كده رجعت ما حصلش حمل لمده 8 سنين. فموضوع انت كنت انت الوزن ده يا صابر؟ يعني ما شاء الله وبعد كده وصلت لكده بعد العمليه؟ والله ما شاء الله. يعني اكيد كنت بتعاني معاناتك طبعا. في المشي، في الشغل، زي ما انت قلت ان هو كمان اثر على ان على الانجاب، ان هو كان عائق في الانجاب يعني. طبعا. احكي لي ايه يعني كانت ايه اهم معاناتك؟ يعني حركتي في المشي، نفسي، لبسي، ظروف شغلي برضو كنت بتعب. في الشغل اكيد يعني حركتك في الشغل؟ كانت حركتي ضعيفه في الشغل وكان نفسي بتعب بسرعه، ما كنتش اقدر امشي كتير. وكويس ان انت اصلا كنت لقيت شغل، ولا انت زدت وانت في الشغل؟ كنت بشغل وكنت بزيد برضو، بس يعني في ناس ممكن تكون جسمها بدا يزيد فما بتعرفش تشتغل اصلا، يعني ما تلاقيش شغل يناسبها.
والله كنت بشتغل يعني، انا حاليا كمان يعني انا اعتبر شغلي معماري يعني، مش مثلا كمان يعني ده محتاج شقه ومحتاج مجهود طبعا. ومحتاج حركه، طبعا فاكيد ده كان مؤثر عليك جدا يعني، كان كتير. كنت حاسس ان انت بتحس بتعب شديد اكتر كتير، بس الحمد لله يعني ربنا عافاك، ما جاش اي مرض في الفتره دي. لا الحمد الحمد لله يعني قدرت لحقت نفسك. لا لحقت نفسي بصراحه، والبركه في الدكتور رامي يعني، بصراحه انا كنت راح يعني مدمر خالص، هو نفسيا 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 الجزء ده مهم جدا خالص. يا صبري، نفسيا يعني مريض السمنه بيبقى عنده مشكله كبيره ان هو بيصاب بالاحباط، يعني ان طبعا. هو حاسس ان هو مهما خلاص بقى فبيزيد اكتر، صح؟ بزيد اكتر. وكنت برضه يعني كانوا اهلي بيقعدوا يا ابني ما تاكلش، يا ابني كان حافظ على نفسك عشان ربنا يديك. اكيد بقى بس والدتك واختك وكده عايزينك كتير. يعني تخلف وحاسين ان هي دي المشكله. انا كمان لما يعني اعتبر بعد وزن ده كده، لما ربنا اداني الشهر اللي فات مرض حملي، كانوا اهلي طب الحمد واخواتي لله كانت مبروك. قمه الفرح والسعاده، ما اقدرش اقول لك يعني. والله ما شاء الله مبروك يعني دلوقتي، ان شاء الحمد الله لله. ربنا يا رب يعني يقوم بالسلامه ويرزقك بطفل جميل كده ان شاء الله الله. يخليك. قول لي يعني اما رحت بقى لدكتور رامي يعني قال لك ايه، العمليه كانت ايه، ايه العمليه اللي انت عملتها؟ انا كنت رايح يعني فقدت قلت يا اختي خلاص يعني، انا اعتبر فقدت الامل يعني، نعيش الشهر ده مش عايش الشهر الجاي. قالت نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. رحنا للدكتور رامي، فبصراحه يعني خلاني طلعت من عنده، حبيت ان انا اعمل العمليه دي وشجعني على العمليه. انت كنت الاول خايف تعملها؟ لا انا ما كنتش خايف، فكرتش انا فيها رحت اصلا؟ لكذا دكتور، كل دكتور يقول لي كذا، نسبه دهون عاليه بتاع، بس الدكتور رامي لما بسط لي وشرح لي كل حاجه طبعا ببساطه، يعني وخلاني فهمك خلاني انا العملية. والجماعه اللي معايا طلعنا من عنده فرحانين، واداني عزيمه ان انا اردت ان انا اعمل العمليه. قررت وقتها ان انت تعمل العملية لان هو شرحها لك، قال لك هنعمل كذا دي كذا كذا كذا. ودي كذا ودي كذا، وفوايدها كذا، وفي مثلا قطره كذا وده كذا. ايه دكتور رامي، انت لما جالك صابر وقال، وطبعا اكيد شفت وزنه وشفت معاناته النفسية، يعني ايه اللي اخترت له العملية ايه، وحسيت ان هي دي اللي تناسبه، ويعني احكي لي ايه حصل يعني. بص حضرتك، هو طبعا اول ما جالي هو زي كتير من الناس اللي بتعاني من المشكله دي، وبتحاول كتير مع محاولات الدايت والرجيم وبتفشل معظم المحاولات، فبيبقى عندهم حاله من الاحباط الشديد جدا. فاول خطوه علاجيه عشان نقدر نحقق نجاح هو ازاي ان انت تحتضن مشاعره، وازاي ان انت تقدر توصل يعني للبؤره الداخليه اللي عنده عشان تزيل ما عنده من ياس واسى ومعاناه، عشان تطلع البطل اللي جواه. يعني انا بعتبره بطل، وبعتبر اي حد حقق فانت نجاح بتتعامل الاول على عامل اول الناس. حاجه لازم طبعا البعد النفسي، ازاي اديله طموح، ازاي اديله اراده، ازاي اديله امل، لان هو ممكن يكون عنده الامل انطفى بقاله سنين. فلما بيبدا هو يشعر بالطموح، لما يبدا يشوف نماذج ناجحه يبدا يحس ان هو في امل، بتلاقي الانسان اللي جواه طاقه كبيره، بتلاقي البطل اللي جواه بدا يظهر، ويبدا بقى يقول لي طب يبقى ايجر جدا، يبقى عنده عزيمه قويه جدا ان هو اللي عاوز يتغير، هو عايز اعمل. انا اللي عايز اعمل يعني. يعني هو بقى اللي يقول لي لا يا دكتور انا خلاص انا معاك، شوف انت شايف ايه. بشرح له كل البدايل، بشرح له كل حاجه بكل وضوح وشفافيه. هو اختار عمليه التكميم، وهي تعتبر عمليه التكميم النهارده رقم واحد في مصر وفي جزء كبير من العالم. خدنا القرار. طبعا كان ممكن ان هو يفكر ويتردد، ناس كتيره ممكن تتردد، انما عشان هو كان حازم وكان عارف هو عايز ايه وعارف هدفه اللي هو عاوز يحققه، يعني في اقل من ايام كان خلص كل اجراءاته ودخلنا غرفه العمليات. طبعا في الوزن العالي ما فيش شك، الاوزان اللي بتتخطى ال 200 العمليه تقنيا وفنيا وجراحيا بتبقى اصعب، لكن الحمد لله بتوفيق ربنا قدرنا ان احنا نجري العمليه. العمليه مشيت بشكل لطيف جدا وسليم جدا. من ارادته القويه تعافى بعديها على طول في اقل من يوم او اتنين، يمكن حتى هو بيقول لي انا بعد العمليه بثلاث اربع ايام كنت سافرت وبتفسح. والله ما شاء الله. ثم بدا بعديها مرحله ما بعد العمليه واعاده التاهيل. اول شهر خس حاجه 20 كيلو، تاني شهر مثلا ده طبعا اول ما خسيت يا صابر حاجه 20 كيلو، اكيد ده ادالك باور بقى، يعني ان انت وصف لي احساسك ايه بقى. ما بصراحه احساس جميل، واحساس اخواتي واهلي حواليا فرحانين بيا، وما اقدرش اقول لك يعني. اكيد يعني معنوياتك كانت ارتفعت جدا، كتير. وحسيت بقى ان في امل حقيقي.
صح؟ كتير يعني طبعا. حاجة 20 كيلو في أول شهر، حاجة 23 كيلو ونص، 23 كيلو ونص يعني في 3 شهور 50 كيلو تقريبا، وبعد كده يفضل 3 كيلو في 5 كيلو في 5، لا يعني على مدار سنة ونص نقدر نخس 100 كيلو، ده رقم مش قليل. مش طبعًا بس كده نقدر نخسهم ونحافظ بقى على الصحة العامة، ما هو في خسسان ممكن يوصلنا للإعياء والهزال، إنما هو قدر يحافظ، وهو كمان لمس قد ايه اتحسنت طاقته في الشغل، قد ايه اتحسنت حالته النفسيه، واهم حاجه ان هو ما شاء الله هجيب بيبي، وهو ودي نقطه فارقه معاه جدا جدا، ودي من اهم النقاط في رايي ان شاء الله. طبعا دي اكيد اهم انجازات طبعا. يعني ان انت ان شاء الله ربنا هيرزقك بطفل ان شاء الله يعني، فانت اكيد يعني الدنيا. عايز لسه تخس تاني؟ اكيد ان شاء الله. انت لسه ماشي في الطريق؟ ماشي والله كويس قوي. عايز توصل لوزن ايه بقى؟ انا بصراحه نفسي اوصل لل 90. كويس، يعني فاضل لك لسه 10 كيلو بس. خلاص هانت. لو وصلت سنين بقى مع طولي يبقى كويس مش وحش. هيبقى حلو طبعا اكيد. مع بقى رياضه وكده اكيد بيفرق معاك اكتر، صح؟ لو عندك وقت يعني ان شاء الله يعني، وانت لو بتهالي لو شويه كده كل طبعًا. يوم مارست، الدكتور بقى رامي هو اللي يقول لك. طبعا دايما بناكد على اهميه الرياضه، تعتبر حجر الزاويه في جراحه السمنه. يعني هو الرياضه مش بس هي بترفع من روحنا المعنويه وبتزود هرمونات السعاده وبتزود احساسه بالانتشاء، لا هي كمان بتحافظ على الجسم، بتبني عضلات، بتقلل الترهلات، بتزود معدلات الخسسان. عشان كده دايما النماذج الناجحه زي استاذ صابر هي اللي بتكون فعلا مارست الرياضه، ودي اللي بتخليها فعلا تقدر تخس اوزان قياسيه. عندنا حالات خست 150 كيلو. يعني الرياضه دي من اهم العوامل. طبعا جدا مع الاكل طبعا. هو العمليه هتفرض عليك الاكل، يعني ميزه العمليه انك هتغصبك على كميه معينه من الاكل، وبالاراده انت بتظبط الكيف. بياكل ايه بقى يا دكتور؟ بعد العمليه طبعا احنا بنمر بمراحل، مرحله في الاول بتبقى سوائل، ثم مرحله اكل لين، ثم بعد كده بنبدا ناكل كافه الاصناف. لكننا دايما بناكد ان هو يحاول يركز على الاكلات الصحيه، لانه المعده بعد العمليه مش هتسع اكل كتير، يعني هي ممكن تاكل اللي يفيد جسمي. طبعا ما يعادل خمس الوجبه العاديه بتاعت زمان. فلازم اركز على الحاجات اللي تفيد جسمي مش الحاجات اللي مش مفيده. بس بياكل كل حاجه؟ لا، اي حاجه يقدر ياكلها، لكن بيركز على الاساسيات، الخضار، السلطه، البروتينات، الفاكهه، الحاجات الاساسيه، لان هو الساعه مش هتشيل كل حاجه. بتاكل يعني يعني انت لو نفسك في اي حاجه تاكلها بس بنسب يعني، صح؟ يعني اعتبر انا اي حاجه دلوقتي بقولها بس اكل محدد قليل، يعني ما اقدرش ازيد. ما تقدرش ولو زدت بطنك توجعك؟ تحس بتعب؟ امتلاء. يحس بالامتلاء. تحس بامتلاء، لكن ميزه العمليه ان انت تقدر تاكل كل حاجه. انا حاليا باكل اي حاجه، يعني ما فيش حاجه ما باكلهاش، بس في حاجات لو ان انا من فرحتي بنفسي لو انا حاسس ان الحاجات دي هتضرني ما برضاش اكلها. ما بترضاش تاكلها يعني؟ ما بتزودش شويه في الحلويات؟ ما بتزودش في الدهون؟ لا طبعا. بتحاول ان انت بقى تحافظ على الوزن ده؟ طبعا اكيد يعني. لا انا باكل بس يعني مثلا بدل ما كنت باكل كميات كبيره حاجات صغيره. فطبعا ما بتزودكش. طبيعي يعني هو بياخد. طبعا الكميات الصغيره بالاصناف اللي هو بالاراده والوعي اللي هو اكتسبه على مدار الفتره اللي فاتت يقدر يوصل لوزن قياسي ويحافظ عليه. يعني دكتور يعني هو يقدر يمشي مثلا، هو الاول اول خطوه زي ما انا فاهمه كده ان احنا نقلل مساحه المعده بحيث ان انا ما يبقاش عنده الشهيه الكبيره في ان هو ياكل. طبعا ان عمليه التكميم بتستبعد خلايا الجوع. يعني هو زي ما انا شايفين كده في الصوره، يعني اكيد مع وزنك ده صابر كان مثلا يعني اكيد يعني عندك مشكله في طلوع السلم. طبعا في طلوع السلم والحركه والمشي وان انت مثلا يعني عفوا يعني عزك الله يعني لو عايز تلبس الشوز بتاعتك طبعا تلبس شراب كنت اكيد بتعاني من ده. أكيد. يعني مع طبعا مع الوجود الوزن الزايد لكن دلوقتي بتفرق معاك في ان انت لو حتى قادر عايز تمشي زي ما الدكتور رامي بيقول تعمل رياضه قادر تعملها. طبعا طبعا لو احنا بنتكلم حضرتك يا دكتور عن ان انا اكل، يعني هو ان هو قلل مساحه المعده فبالتالي ممكن ياكل لو هو نفسه ياكل حاجه حلوه، بس كان حاجه حلوه خلاص شبع. بس حاجه بالظبط، يعني الكميه هتقل جدا. نظام اللقيمات. لقيمات، احنا دايما بنقول كده ان هو نظامه هيبقى نظام اللقيمات، وده بيخليه يخس وهو مبسوط وما هواش زعلان وما هواش حاسس بالجوع، لانه في نفس الوقت احنا بنستبعد هرمون الجوع من المعده، فهو بقى مبسوط، ومع اول كيلو بيخسه بيشعر بنوع من السعاده. بيبتدي بقى والاراده تبدا تزيد، فيبتدي بقى يقل في معدل في خسمه. لا يقل في يعني طبعا في الاول نزل، اللي لاحظت ما حضرتك بتقول ان هو في الاول نزل 23 كيلو ونص. طبعا ما هو احنا عندنا الدهون اللي في الجسم اول دهون دي نوع حميد جدا من الدهون بيخس على طول. تنزل لوحدها بايه بقى؟ اول شهر ممكن يخس مثلا 20 كيلو. بايه كده لوحدها؟
طبعا لوحدها الدهون دي بتنزل كلها، مع الدهون بتتكسر في الجسم وتنزل مع البولب والبراز ده، لان هو خلاص قال لنا كميه الاكل اللي هو بياكلها. ثم يبدا بعد كده المعدلات بتقل بالتدريج، لكن اللي دايما بنقوله ان احنا المفروض بنخس خلال سنه ما يعادل 80% من الوزن الزايد. يعني في حاله صابر الوزن الزايد مثلا بنقول اللي هو 120 كيلو، هو خس في سنه ونص 100 كيلو، وده رقم مش قليل طبعاً. فتصوري حضرتك لو احنا فضلنا نلعب على وتر احتياجه للخسسان عشان نروج لادويه تمام ومستحضرات غير مفيده، بل على العكس دي خارج ما صرحت بيه وزاره الصحه، في منها بيأثر على الكلى، مفيش شك طبعا، هيفضل ياخد في هذه المستحضرات شهور وسنين. تصوري حضرتك الضرر اللي هيرجع على جسمه من المستحضرات دي هيت. وطبعا في شركات بتحقق مكاسب خياليه، حاجات عامله زي تجاره المخدرات بالظبط. فعشان كده احنا عايزين من خلال البرامج زي حضرتك ان احنا نوصل للناس ونفهمهم الصح فين والغلط فين، وان هو لازم يروح للمتخصصين عشان يعرف مصلحته فين. صحيح. واكيد لو انا حتى محتاجه ده، وانا اعترفت ان انا يعني وقعت في الخطا ده يعني وتم خداعي يعني، بس انا يعني عشان برضو يعني اكون يعني برضو منصفه لنفسي، ان اللي خدعني قال لي ان هو دكتور، يعني هو وطلع يعني للاسف مش دكتور. طبعا مش يعني حاجه نقولها نصيحه للناس، ان انا ما اروحش لشخص هلامي عن طريق الفيسبوك انا مش عارفه هو دكتور ولا هو ايه. يعني ده كان اللي انا اتعلمته يعني. بلس ان في يعني بالاضافه ان في جزئيه حضرتك قلتها مهمه جدا، انا لو خدت الدواء ده اول حاجه يعني هو بيأثر على ضربات القلب يعني. ويمكن انا عايزه حضرتك يعني تؤكد على ده، انت حضرتك اللي تقولها كطبيب، بس انا بتكلم عن تجربتي انا ان هو كان بيأثر على ضربات القلب جدا. ولما كنت اجي اكلمه يقول لي ده كده كويس قوي، ده الحرق كده بيشتغل، الحرق بيزيد. طب انا حاسه ان ضربات قلبي زياده، طب انا حاسه ان ضغطي ارتفع، طب انا حاسه يعني، يقول لي كل ده طبيعي. ما هو طبعا الكلام ده طبعا مش صحيح، كلام خطير طبعا، ده خطير جدا. لانه الادويه اللي بتزود الحرق هي بتزود معدلات الايض او الحرق اللي داخل الجسم على حساب كل حاجه تانية. يعني لما زود ضربات القلب انا كده باثر على وظائف القلب، لما زود وظائف الكبد ده كده بيرفع انزيمات الكبد وياثر على نشاط الكبد وكذلك الكلى. فالناس اللي بتستمر على الادويه دي وطبعا هي ما بتحققش نتائج، فيفضل يستمر ويفضل يصرف فلوس اكتر، يفضل حنفيه فلوس، وهي فعلا غاليه وفعلا يعني وحقيقه ما بتجيبش نتيجه، ما بتجيبش اي نتيجه. يا ريت الناس اللي بتسمعنا ما بتجيبش نتيجه، كل ده وهم يعني. حتى لو جابت مع ناس بالوهم بعد كده بيرجع لوزنه تاني وزياده. وبقى مش بس كده بقى، وفي تلك الاثناء في حاجات تانية بتبوظ. يعني بيأثر على نشاط الكبد، نشاط الكلى، تبقى على دي بقى الكارثه بقى. لا، ولو استمر فترات طويله في بعض العقاقير بتسبب تسمم. صحيح. فنلاقي عندنا حالات داخله في تسمم وفشل كلوي وفشل في الكبد. صحيح. نتيجه الاستمراريه على هذه العقاقير، فتبقى احنا دخلنا للاسف في كارثه. اتمنى ان يعني يكون كل مشاهدينا سامعين كلام دكتور رامي، كلام مهم جدا، ان فعلا يعني انا لو انا بقى محتاج دواء بروح للطبيب المختص، بروح للمختص وهو يقول لي فعلا اخد ولا ما اخدش دواء، يعني اقدر ابذل مجهود مع الرجيم والدايت والعقاقير ولا ما تضيعش وقتك. ما انا ممكن اخليه يصرف فلوس كتيره جدا جدا ويستهلك صحته. يعني حضرتك مش بتدي حاجه تزود الحرق؟ لا طبعا، معظم الادويه اللي بتزود الحرق بتضر بالصحه، فانت بتخليه طبيعي. طبعا هو وزنه ينزل طبيعي بالاشكال الطبيعيه، اقلل الامتصاص عن طريق ان احنا نقلل كميه الاكل ونزود الحرق بالرياضه. ما هو الرياضه دي هي وسيله الحرق الطبيعيه اللي خلقها ربنا. لو هو نفذ الكلام ده هيخس، انما لو هو خارج مستوى الخسسان بتاع الرجيم، يعني وزنه زايد متخطي ال 20 كيلو، مفيش داعي نضيع وقتنا ونضيع فلوسنا ونضيع ارادتنا في حاجات زي كده، خلاص ناخد الخطوه الصح. عشان كده لازم ننشر الوعي ده، لو تخطى وزنك ال 20 او ال 25 كيلو ما تضيعش وقتك في حاجات تضر صحتك، وروح لحد متخصص واساله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. وطبعا ده بيبقى من خلال برنامج بقى بتحطه له حضرتك طبعا، يعني تضع برنامج طبقا لمثلا ظروفه الصحيه وسنه وعمله. جرب قبل كده رجيم ولا لا، اخذ عقاقير قبل كده ولا لا، حاله القلب، حاله الكبد، كل الحاجات دي بتشكل صوره كامله عشان اقدر اقوله في الاخر انت ايه اللي يناسبك. يعني والله دي حاجه كويسه جدا، ان انا ابقى انا رايح وانا عارف من خلال برنامج، حتى ابقى حاسس ان انا امن. صح. ان انا ماشي على النظام ده، حتى لو نزلت عليه يعني بدا، او طبعا صبر اكيد في انت صبر اكيد بقى في الشهور الاخرانيه بيبتدي الوزن يقل. انا فاهمه ان ده المعدل الطبيعي طبعا في الفتره في الاخر، ده انت كده، وانت مع ذلك انت مرتاح نفسيا طبعا. مرتاح نفسيا، وان شاء الله ناوي تخس ال 10 كيلو براحتك ان شاء الله. والله يعني ما شاء الله، يعني ربنا ان شاء الله بقى يرزقك بالبيبي ده، ويكون في بيبي تاني ان شاء الله.
دكتور رامي، عايزاك بقى، احنا بدأنا حملتنا النهاردة، كنا بدأناها المرة اللي فاتت صحيح، بس بنفعلها النهاردة للقضاء على مرضى السمنة بالتعاون مع حضرتك، وازاي ان احنا نكافح مرض السمنة وننشر الوعي قدر المستطاع. فأتمنى لحضرتك لو جالنا ناس كل اللي عند يعني الحالات اللي كانت بتجيلنا، لو في حالات فعلا من الحالات الغير قادرة ان هي تعمل عملية، فأتمنى ان حضرتك يكون في تعاون بيننا طبعا. ان احنا نختار يعني من الحالات طبعا. المستحقة اللي حضرتك تقدر تعمل لها العملية طبعا. مجانا. لا احنا بنشكر البرنامج طبعا على تدشين الحملة دي، وبإذن الله إن شاء الله احنا اتفقنا على ان احنا هناخد خطوات حسيسة. أستاذة وفاء هتنشر هذا الوعي، واحنا من خلالنا ان شاء الله هنختار عدد من الحالات نحاول نعملهم العملية بشكل مخفض، وعدد تاني نعملها لهم بشكل مجاني كمحاولة مننا لنشر هذا الوعي، عشان نقدر قدام نقول ان احنا عملنا فرق، احنا فعلا غيرنا. فيك اشكرك جدا، وان شاء الله يعني في حلقاتنا اللي جايه ان شاء الله نكون يعني نؤكد ونفضل كده نؤكد ونزيد من ان احنا ازاي ننشر وعي بثقافة ان احنا لازم نحارب ونقضي على مرض السمنة ان شاء الله، لحد ما يكون مصر ان شاء الله ما يكونش فيها مريض سمنة خالص ابدا يا رب. بشكرك على دعوتك الكريمة بان يكون في حالات ان شاء الله هنكون معاك وهنوصل لك اقرب الحالات اللي هي ممكن تكون مستحقة او اللي هي يعني ممكن تكون عندها بعض القدرة ان شاء الله، يعني باذن الله ربنا يتم شفاهم على ايدك بقى ان شاء الله، واكيد هيبقى فيها اجر كبير اكتر من اي حاجه بصراحه. طبعا اهم حاجه. ربنا يبارك فيك، والف مبروك يا صابر، ان شاء الله المره الجايه يعني اشوفك بقى كده معاك البيبي ويكون بقى وزنك وصل ل 90 كيلو يعني. اشكركم جدا، بشكر الدكتور رامي حلمي استشاري جراحه السمنه والمناظير والتجميل، وبشكر طبعا صابر كدواني احد يعني الناجحين في يعني ان هو يقدر بصراحه في خلال الفتره اللي هو يعني برده اكيد كان عنده عزيمه وكده ان هو يقدر يخسر وزن 100 كيلو ولسه عنده يعني اصرار ان هو يكمل تاني، فانا بشكرهم جدا. وان شاء الله احنا دايما بنقدم النماذج اللي يكون عندها القدره على النجاح علشان نقدر ان احنا نستقي منها الامل ده اللي احنا نقدر نعيش فيه بعد كده، وان شاء الله نقدر كل واحد عنده اي مرض ما يقدر باذن الله تعالى ربنا يشفيه ويعافيه بعزيمته واصراره. احنا هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيكون معانا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعندنا ملفات مهمة جدا ممكن تكون من الملفات الشائكة اللي ممكن بتدور في رأس أي حد مننا في كتير من أذهاننا، بنسأل يعني عن السحر، بنسأل عن الحسد، إن ممكن حد يعني إزاي أحصن نفسي من الحسد، وإزاي وهل فعلا لازم يكون في رقية شرعية، وإزاي أحصن بيتي يعني، وإزاي يكون أنا حاسس أن بيتي يكون آمن مفهوش مثلا زي ما بيتقال كتير أنت خلي بالك أنت عندك كذا أو أنت عندك كذا، وإزاي أفرق بين المرض النفسي وغيره من السحر وما شابه طبعا في كل النطاق المجال ده. تعالوا نطلع فاصل وبعد كده نستقبل دكتور سالم ونناقش في أهم الملفات، ويكون برضو في استقبال كتير لمداخلات حضرتك.